حرفيا شيرين عبد الوهاب كل ما تطلع من مشكلة بتقع في مشكلة تانية أكيد بتأثر عليها نفسيا جدا. واللي حصل بالظبط إن ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في آخر حفلة ليها بوزن زايد جدا زي ما واضح قدام حضراتكم كده. وبعد ظهورها في الحفلة دي ناس كتير بقت تتنمر عليها وتشبهها إن هي بقت زي الكورة، وكمان بقت شبه الفنانة ويزو. ده الكلام اللي اتقال للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد ظهورها بالوزن الزايد جدا اللي وضعه قدام حضراتكم ده. وطبعا ناس كتير برضو تعاطفت مع الفنانة شيرين عبد الوهاب لان عارفين ان هي بتمر بأزمة نفسية صعبة جدا، فبالتالي ممكن يأثر عليها وكمان يزود المشكلة عندها كمان، وان هي ترجع لنفس اللي كانت فيه قبل كده. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.